هذا الشارع يمتاز بأنه شارع زراعي، والناس اللي من تجي هنا وتفطر في هذا الشارع يعني تتنفس شوية، لأن أكو أنواع الورود والزهور هنا موجودة، وما بي يعني ما بي لا ماركتات ولا دكاكين، فقط للمشاة. ولمن واحد يضج من شو اسمه من هذا الجو، من هاي الظروف مال كورونا، يقدر يجي هنا يتنفس وياخذ يعني نفس جيد وهادئ ويا رائحة الزهور. اكو اشجار يعني موسميه، واكو اشجار مثلا تنزرع بالجنوب، تنزرع هنا من مثل النخيل، مثل يعني هوايه ورود. حتى عندنا هنا يمكن عندنا اشجار مال موز يعني تنزرع بهاي المنطقه ونجحت قبل فتره بهاي المنطقة. طبعا الورود اغلبيتها محليه يعني دي يزرعوها ويسوونها شتل، واكو ورود اجنبيه مثلا هولنديه، اكو بغير دول يجون، تركيا من تركيا ما يجون، اكو انواع هنا. والله احس بهدوء واحس براحه، لان هذا الشارع مختص بس للمشاة. يعني لما تجي هنا تشوف الجو نقي في هذا الفصل، تشوف الزهور يعني بكامل جمالها واناقتها. هذا الشارع يعنيني كان ترابي، بس الجماعة هنا المهندسين والعمال هم بلط، يعني هم بلطوا على حسابهم. من افوت بيه الصبح احجز بهواء نقي واشتم انواع العطورات، ومرات يعني اشوف الرياضيين يجون يهرولون منا، من ضمنهم ولا صديقي قلت له اعرف العالم تروح تتدرب بالنوادي، يقول والله ابو شاب من افوت بهذا الشارع احجز بهواء نقي اشتم العطورات، نباتاتهم ما شاء الله حلوه. اكثر شيء عندنا جماعه يجون ياخذون صور على هاي الورود مالهم الحلوه، ما شاء الله بضاعتهم كلها تركيه، شارعهم طيب. هذا بدون سيارات بس راكب. يعني زائر من امريكا، صار لي 12 13 سنه ما جاي على امريكا، واني انصدمت شلون اكو شارع نظيف ورد انواع
اخضر احمر اصفر والله حلو انواعه اكو هاي تشمر يعني جيتي تجي هنا اشترينا 4 5 مرات تجار نظيف ريحته طبيعي تشمر يعني اجي امشي هنا وماكو ماركت ماكو كل شيء هادئ طيب والله والله هذا يذكرني بشارع بامريكا بناشفيل هيجي هيجي عريض وطويل مثل ما يم بيتنا صفحتنا هم بجرين هاوس اي والله والله كثير يعني مشان صغير فارق ده كلها فارقه ما بي كل شيء هسه ابي هاي نجار انواع والله درجه اولى Şöyle bir şey yok. Bir tane gel.